دي كيس خاش. هادي شوية هادي شوية. كيف عليك انكتب في الملاحظة. أعطيني الكاميرا؟ يلا. أعطيني الكاميرا؟ أصدقائي أسعد الله مساءكم. هذا اليوم كما وعدناكم رحلة أو مغامرة، خليكم معنا لأطلع من المغارة. يعطيك العافية. مين بيعرف شو هدول؟ خلوني أرتاح دقيقة. هيش أيوة تتحداني؟ أصدقائي أسعد الله مساءكم. استطعت اليوم بحمد الله الصياد ضبعين مثل ما أنتم شايفين. أنا الآن في منطقة ذيبان، تحديدا وادي الأسود. انطلقت الجمعة الماضية من وادي الأسود ووعدتكم سابقا كل أسبوع في إلنا مغامرة أو رحلة في ربوع الأردن. اليوم توفقت بحمد الله بضبعين، شو رأيكم حلوين؟ تحياتي إلى كل أردنية بتتابع الفيديو معي حاليا. ما في شيء اسمه خوف، ما في شيء اسمه ما بقدر بالتحدي. كل شيء بصير طبعا. رحلتنا هاي اليوم والصياد الضباع اللي بتأذي كثير من البشر وكذلك يشكو منها دائما أصحاب الحلال زي ما بيحكوا أصحاب الغنم. وين 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 وين؟ عهونك. إن شاء الله بعد قليل سنقوم بنقل هذا الحيوان المفترس إلى مكان آخر لحماية الغنم والناس من هذه الحيوانات المفترسة. واسمحوا لي مضطرة الآن إني أغادر حتى أستطيع إني أكبح جماح هذه الحيوانات المفترسة. طاب مساءكم إلى جولة جديدة في ربوع الأردن.